معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق، معاكم سالي فؤاد. احنا مع بعض على الهوا ان شاء الله، وهنعمل النهارده كفته فراخ محشيه جبنه، وهيبقى معاها صوص كريمي، وهنعمل بعد كده بسكوت على شكل ورد، وهيبقى فيه معايا بنوته هنحشيها مع بعض ان شاء الله على شكل مختلف وجديد. دايما بنحب ننوع وندي افكار جديده للبسكوت نقدر نقدمه ازاي. طيب انا معايا دلوقتي الكفته الفراخ، معايا نص كيلو صدور فراخ مفرومه، مش لازم صدور فراخ، بس هي فكره صدور فراخ انها اقل دسم، فاحنا ممكن تجيبوا فراخ عادي مفرومه. طبعا الفراخ العاديه فيها يعني فوائد اكتر كتير، لو الورك مثلا بيبقى فيه فوائد اعلى كتير، لكن دسمه اعلى شويه، والطعم بصراحه بالوراك بيبقى احسن شويه، لكن انتوا زي ما انتوا عايزين. معانا توابل فراخ، بودره بصل، بيضه، معلقتين كبار دقيق، ملح وفلفل وبقدونس. خلاص معانا بقى للحشوه جبنه متقطعه، حوالي ربع كيلو جبنه جوده متقطعه مكعبات. للصوص معايا كوبايتين لبن خالي الدسم، معلقه كبيره نشا، بودره بصل حوالي معلقه، 3 معالق جبنه كريمي اللي هي اللي بتتباع في الكوبايات، مع بودرة البصل بتدي طعم حلو جدا، ملح وفلفل بس كده. طيب اللي احنا هنعمله بقى، هنبتدي بس نخلط المكونات بتاعت الفراخ مع بعض ونبتدي نحشيها. عايزة افكركم بحملة اللانشون البيتي وبحملة البرجر البيتي، ناس كتير بعتولي برضو التطبيقات. انتوا طبعا تقدروا تشيلوا من الوصفة الصويا الهش للي مش لاقيه، بس هو بيبقى موجود عند العطارين. فكرة الصويا الهش انه بيدي فايدة قيمة اعلى شوية، لانه يعتبر حاجة نباتية فبتدي قيمة اعلى، في نفس الوقت بتقلل من كمية اللحمة اللي بناخدها، في نفس الوقت بقى بتخلي طعم اللحمة كأنها لحمة كلها. يعني احنا بنحط الصويا لما بنسمع مثلا ده بره مش عارفه في مطعم ايه حاطين فيه ده كله صويا، الصويا من يعني بالعكس من الحاجات النباتيه اللي زي ما بقول بتعلي قيمه، بتبقى حاجه نباتيه وبتعلي قيمه، وفي نفس الوقت للبيت بقى احنا مش بنبقى عايزين ناكل كله لحمه حمراء، فبيعوضوا بعض، بيدي بديل حلو جدا وكميه حلوه جدا، فاوفر لنا كمان قوي. بس احنا بنجيب الصويا الهش ده بننقعه كويس في ميه وبنعصره بعد كده. بس بحط بقى المكونات اللي احنا قلناها دلوقتي حالا والتوابل وبودرة البصل، نحط ملح والفلفل الاول وبعدين نحط الدقيق اخر حاجة. معنا مريم. الو، ايوه، ازيك يا سيدي؟ ازيك يا مريم، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت كنت في حلقه قبل كده كنت بتقولي على زياده الوزن في الحمل. ايوه. فالمفروض انا وجبتي عاديه، يعني مش بحاجات دسمه كتير، بس انا دلوقتي في الشهر الخامس وزدت 10 كيلو، يعني كنت 55 كيلو دلوقتي بقيت 65 كيلو. اوكي، انت مباشره طبعا مع دكتور نسا؟ اه. طيب معلش اعرف طولك كام؟ طولي 165. 165 ووزنك كان 55 وزدتي دلوقتي بتقولي 10 كيلو في وشهر خامس. اه. طيب بصي، مبدئيا انت فعلا وزنك زاد بسرعه قوي، لكن مع الوزن القليل في الاول، يعني عشان وزنك قليل في الاول طبيعي قوي ان الجسم يزيد ازيد، هو المفروض الطبيعي الواحد يزيد في الحمل كله تقريبا، انا بس احط كمان هنا بقدونس، تقريبا من 9 ل 12 كيلو، ده الوزن المثالي. طبعا بصراحه قليلين قوي اللي بيزيدوا الوزن ده، انا عن نفسي زدت في الحملين 25 كيلو، بس بيبقى سببها عند كل ست مختلف، يعني ممكن يبقى طبيعتك لما تحملي تبقي جعانه اكتر كتير جدا عن العادي، في ستات تانية لا بتقلب معاهم العكس، فكل واحد على حسب. اهم حاجه تتابعي مع دكتور وتقللي من النشويات، النشويات اكتر حاجه بتنفخ البيبي جدا على الفاضي، يعني
بتنفخك، بتنفخ البيبي من غير فايده. فتنقي النشويات الكويسه زي ما بقول في العشر نصايح، النشويات الكويسه قوي وتاكليها قليل. مش هقولك بقى لا ما تاكليهاش بالليل عشان انت مش عامله رجيم ومش عايزاكي تعملي، يعني مش وقت خساسان خالص، لكن هو وقت انك تخلي بالك قوي ما تزيديش على الفاضي. مشكله الحمل ومفهوم الحمل في مصر هو ان الواحد ياكل لشخصين، وده غلط تماما. اهم حاجه لما الواحد يكون حامل ان هو ياكل نوعيه اكل كويسه مش كميه اكل. يعني احنا مش بناكل لنفرين، لا احنا بناكل لنفر واحد اللي هو الشخص الواحد، لكن بياكل نوعيه كويسه. يعني ما نقعدش نرمرم اكل غلط ملوش اي فايده للجسم، وما نقعدش نكتر في الاكل قوي، لا مش هو ده اللي ايه اللي هيبقى كويس لينا. مش عارفه اركز معاكي. معلش هيبه بتسالني على حاجه بس. بس ده كتير يا هيبه كتير. ماشي طيب. دلوقتي انا بعمل ايه؟ باخد من اللحمه اهو، الفراخ اللي احنا عملناها. خلي بالنا هي مش لازم تبقى متماسكه، الفراخ غير اللحمه مش لازم، هي ممكن تكون طريه كده معانا. اللي بيحصل ان لما بتيجي بتنزل في النار بتتماسك اسرع كتير جدا عن اللحمه. يعني هي كده كويس. بحط الجبنه في النص. انتوا ممكن بقى تدخلوها الفرن، او لو هتعملوها على النار يبقى بشويش برضو جدا عشان مش عايزين جبنه تطلع. معانا ناديه. مساء الخير يا سالي. مساء النور، اهلا وسهلا. انا كنت عايزه اسالك، التورته بتاعه الفالنتين انت عملتيها وبعدين فردتي عليها كريمه زبده عشان نحط عليها عجينه السكر، انا مش عايزه كريمه الزبده دي، ايه البديل؟ بصي اي حاجه تانية هتخلي عجينه السكر على طول تتفاعل. يعني لو حطيتي مثلا مربى، حطيتي اي حاجه تانية غير كريمه الزبده على طول عجينه السكر بتتفاعل وتسيح. هي دي الفكره. طب ما ينفعش شوكولاته؟ تقصدي بقى تسيحي شوكولاته وتحطيها هي صعبه شويه، يعني مش هتبقى سهله. يعني ممكن تخففي بقى الشوكولاته نفسها بزبده برضو، يعني تسيحي الشوكولاته وتحطي عليها زبده، بس زبده حلوه يعني عشان ما تخرصت معاكي، وبعدين تعملي بيها، بس برضو هتبقى سايله زياده. يعني دي نصيحتي، هتبقى سايله زياده. انا هقولك بسرعه جدا كريمه الزبده بتعمليها ازاي عشان ما تستصعبيهاش. هي كوبايه زبده طريه عليها 3 كوبايات سكر بودره اضربيهم بس، وبشويه لبن او ميه بس تفك معاكي تبقى كريمي وخلاص، وتدهني بيها. وممكن تعملي طبق رفيع قوي لو خايفه انها تكون دسمه. انا هكمل كده بقى زي ما احنا شايفين، ونطلع فاصل على ما اخلص بقيه الكميه دي، ونرجع ان شاء الله نعمل مع بعض بقى الصوص الكريمي دي. نشوفكم بعد الفاصل. نصيحتي ليكوا النهارده عن الفاكهه. تناول الفاكهه امتى وازاي؟ مبدئيا ناكل الفاكهه دايما قبل الاكل او الوجبه الرئيسيه بساعه، او بعد الوجبه الرئيسيه بثلاث ساعات، لكن ما ناكلهاش ابدا مع الوجبه، لان الفاكهه بتتهضم في خلال ساعه واحده، هضمها سريع جدا. فلو كلناها مع وجبه الطبيعي بتاعها هضمها من 4 لـ6 ساعات، الفاكهه بتخمر في المعده وبتعمل بعد كده مشاكل وغازات كتير جدا. فعلشان نتفادى المشاكل دي كلها ناكل الفاكهه يا قبل الوجبه بساعه او بعد الوجبه بـ3 ساعات، ويفضل لو دايما نوع واحد وثمره واحده عشان ما نرفعش سكر الدم. هي دي كانت نصيحتي ليكم النهارده. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وانا الكفته اهو. عملت كام واحده وممكن اكمل كام واحده تانيين، بس هو ده الشكل المفروض
اللي احنا عايزينه. طبعا لو دخل الفرن بيبقى هو مش هياخد له التحميصه دي زي ما انتوا عايزين، يعني انتوا ممكن تحطوه فعلا على طاسه وتدخلوه الفرن، عملتها قبل كده، او تقدموه بالشكل ده. طيب بالنسبه بقى للصوص بتاعنا اللي معانا، انا كل اللي بعمله بس لازم اكرر دلوقتي هكملهم ولا ما اكملش، اكمل ولا حلو كده كفايه؟ خلاص حلو كده كفايه، مش لازم نقعد نكمل نعمل، بس هي تعمل معانا طبق اكتر. نعمل بقى الصوص الابيض، مهم جدا يبقى اللبن خالي الدسم علشان ما نزودش في السعرات، سعرات الدسم بتاع اللبن دسم حيواني ومش من الحاجات اللي هي ايه صحيه قوي، فنحاول ان احنا دايما نجيب قليل الدسم او خالي الدسم. طبعا يعني في ناس ما يعني ما يعرفوش يشربوا مثلا القهوه باللبن خالي الدسم، انا منهم ما بعرفش، اشوف خالي الدسم قدامي ما اعرفش اشرب خلاص، بس ما نحطش كتير بقى، نحاول على قد ما نقدر ما نحطش كتير. وما نشربش لبن كتير على مدار اليوم عشان دي تعتبر وجبه، او كل كوبايه اللبن تعتبر كان احنا خدنا وجبه. نحط بقى ايه ملح وفلفل. تقولي اشيل ايه؟ حاضر. بحط بقى، حطيت الملح والفلفل، حطيت بودره البصل بتدي طعم حلو جدا جدا مع الجبنه الكريمي دي، بس نقلب هنا عشان مش عايزاها تاخد لون قوي برضو. وده طبعا ما استواش لسه معانا خالص، ما استواش خالص، ده لسه لازم يستوي. معانا ايناس. الو، ازيك يا ايناس؟ ازيك يا سالي؟ اهلا وسهلا، اخبارك؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك قوي. الله يخليك يا رب. قولي عندك سؤال؟ انا عندي منطقه الارداف زياده شويه، وزني 64 كيلو وطولي 152. انا ماشيه على 10 مساح، بس انا برضع. اوكي، بترضعي بقى لك قد ايه دلوقتي؟ انا على وشي قوي الخساسان. طيب بترضعي بقى لك قد ايه؟ 8 شهور. 8 شهور. خسيتي في الوقت ده قد ايه بعد الولاده؟ والله انا لسه مستنياهم، لسه ما جيتش 10 ايام. لسه نازله بقالك 10 ايام؟ لا ما فهمتش دي. انا لسه متبعه النصايح بتاعتك. طيب بس نزلتي برضو في الوزن قد ايه بعد ما ولدتي؟ ولا ما نزلتيش؟ انا كنت 90 كيلو من 64، يعني حركت 29 27 كيلو. طيب اوكي. وكمان ليا سؤال يا سالي، معلش. الشاي الاخضر وخل التفاح ده اللي حضرتك اللي انت بتديه في الوصفات بتاعتك، في ماده مضادات اكسده وده بتاثر في الرضاعه على البيبي؟ تقصدي الشاي الاخضر لما تشربيه مع الرضاعه؟ لا، هي مش مشكله مضادات الاكسده، المشكله بتبقى في الكافيين، الكافيين هو اللي مش كويس للبيبي مش مضادات الاكسده. مضادات الاكسده دي حاجه كويسه للبيبي او للجسم عموما، فهي الحاجات اللي فيها كافيين. بالنسبه بقى للناس اللي بترضع الرضاعه، انا ايه اللي خلاني سالت حضرتك يعني اذا كنت خسيتي بعد الولاده؟ طبيعي الواحد بيبتدي في خلال التسع شهور، يعني على ما نوصل للتسع شهور الجسم بيكون المفروض نزل وزنه الطبيعي. طيب للناس اللي ما نزلش للوزن الطبيعي، هو في اول ست شهور بيبقى الجسم ودي معلومه مش ناس كتير تعرفها، الجسم ما بينزلش بسهوله في اول ست شهور، لانه هو بينزل، ما بقولش ان هو ما بينزلش خالص، لا بينزل، لكن بيبقى النزول الى حد كبير تقيل، والسبب ان الهرمونات بتبقى لسه ما رجعتش لحالتها الطبيعيه في الجسم، والجسم بيبقى لسه عايز يحمي الدهون عشان الرضاعه والكلام ده كله، عشان الجسم الست بتدي مجهود عالي جدا في انها ترضع، فده مجهود جبار على الجسم لدرجه ان الواحد بيحرق حوالي 500 من 500 ل 600 سعر في الايه في اليوم الواحد، ده كتير جدا. فعلشان الام تقدر تحرق ده الجسم في اول ست شهور، او تقدر تعمل ده في اول ست شهور، بيبقى لسه مازال متمسك بالدهون بتاعته. طيب لكن بعد كده الواحد بينزل بسرعه جدا واسهل بكتير جدا. اهم حاجه عشان تستفادي بقى بفكره انك بتحرقي في اليوم
حوالي من 500 ل 600 سعر، ما تاكليش حاجه تضيع ده بانك تاخدي نشويات او دهون عاليه ملهاش لازمه، او حاجات اللي هي بقى بينصحوا بيها كتير قوي الحوامل، اللي هو ايه تشربي مغات، اشربي مش عارفه ايه الكلام، الحاجات اللي هي ايه خدي حلاوه طحينيه مش عارفه ايه، والكلام ده كله ممكن يكون بيساعد، لكن سعرات رهيبه للجسم، سعرات مش حلوه خالص للجسم. ف الست اللي بترضع ما بتخسش ابدا، لانها بتفضل تدي جسمها سعرات سعرات طول الوقت. فاللي احنا نعمله لا، ناكل عادي جدا طبيعي جدا بدون الحاجات اللي هي الزياده دي والسعرات الزياده. اهم حاجه ايه بقى لل بترضع علشان ادرار اللبن؟ هو الميه، شرب الميه باستمرار، شرب الميه يبقى كتير مش قليل، يعني تفضل تشرب لا يقل عن 3 لتر في اليوم ومتقسمين. شوفوا ده بقى انا بسيبه بس عشان ايه على نار هاديه بقى يبتدي يستوي معانا. هنبتدي بقى نعمل اقول لكم على مقادير البسكوت علشان عايزين نبتدي فيها دلوقتي. معانا ام علي. الو. ايوه اهلا وسهلا. ازيك يا مدام سالي؟ الحمد لله. اتفضلي. انا عندي سؤال. ايوه اتفضلي. انا برضع. اوكي. هل النسكافيه او اي حاجه الشاي غلط على الجنين على البيبي؟ ايوه ده انا كنت لسه بقوله حالا، الكافيين مش كويس على الاطفال طبعا، يعني بيضر البيبي. اه طبعا، وبرده ارجعي لدكتور النساء هيقولك، الدكتور قصدي الاطفال هيقولك ان الكافيين من الحاجات اللي بتوصل للطفل ساعه ايه الرضاعه، فمش كويسه. عايزه اقول لكم بقى على مقادير البسكوت. معانا كوبايه زبده بارده، وكوبايه سكر بودره، ومعانا بيضه، فانيليا، رشه ملح، كوبايتين ونص دقيق، ونص كوبايه كاكاو، ومعلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر، مش اكتر من كده. خلاص كل اللي احنا هنعمله، المفروض ده كنت اضربه في محاضره الطعام، محاضره الطعام. فبما ان مفيش محاضره الطعام دلوقتي معايا، هنعمل ايه؟ هنعمل العكس، يعني لو محضره الطعام معانا هنضرب زي ما بنعمل الطارت، الزبده الساقعه مع الدقيق، وندخل السكر البودره والبيض. خلاص ما كانش بقى الموضوع ده موجود، يبقى لازم الزبده دي تكون طريه، لازم تكون طريه علشان اعرف ان انا اضربها مع السكر بقى الاول مش مع الدقيق. طيب نطري الزبده دي بقى مشكله، علشان احنا لو طريناها على النار بتبقى مش هتبقى طريه، هتبقى متماسكه معانا. فالحل ان انا احطها شويه بقى هنا تدفى معايا بس كده على ما اعمل الحشوه. مقادير الحشوه هقول لكم عليها. طب نروح الاول لفاصل وبعدين نرجع نكون جبت محاضره الطعام ونعمل الحشوه بقى ساعتها، و يكون الزبده طريت. لا مش مهم تطر، هجيبها بقى عشان اعملها بمحاضره الطعام احسن. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، واحنا دلوقتي هنعمل البسكوت على شكل ورده الشكل ده علشان نحشيه. خلاص هنعمل ايه؟ هنحط اول حاجه، احنا قلنا المقادير قبل الهوا، وهننزل المقادير دلوقتي وهقولها برده تاني. حطينا ده كوبايتين ونص دقيق، هحط معاهم نص كوبايه كاكاو خام، معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر. ليه؟ عشان مش عايزاها تغير شكل البسكوت، ما يغيرش من شكله. ومعايا الزبده الساقعه، ما تكونش طريه خالص، يعني تكون لسه طالعه من التلاجة عشان تظبط معانا. بس ده بيتضرب بقى، واه رشه الملح ممكن من دلوقتي برضو، يبقى كل الحاجات الجافه في الاول.
احط بعد كده السكر البودره، واخر حاجه بنحط الحاجات السايله اللي هو البيض والفانيليا. اهو والفانيليا. حسيت ان انا ما لميتش معاكم، ممكن نص بيضه او شويه ميه. خلاص احنا بقى مش بنضرب ده كتير، كل ما بنضرب كل ما نعمله عرق. العرق ده بيعمل ايه؟ بيخلي الحاجه ناشفه، ما بيخليش البسكوت ناعم وطري زي التارت بالظبط. لازم نخلي بالنا ان احنا لما نضربه بالطريقه دي ما يتضربش كتير. بس ببتدي بقى اخد العجينه بلمها مع بعض. انا بس هاخد دلوقتي حته واحده عشان عايزه اوريكم انا عملت الشكل ده ازاي. بنلم بس مع بعض، ويفضل انها برضو تخش التلاجة علشان تسقع معانا شويه، يعني تتماسك شويه معانا. خلاص بنلم بس زي ما احنا شايفين العجينه بتتلم. بس ببتدي بقى، هنبتدي بقى ايه نفرد. احسن لو ما بين ورقتين زبده. طيب لحظه واحده عشان انا في قطعت ورده كانت هنا. فين بقى؟ فين؟ قطعت الورده، مش عارفه اشتغل كده. طيب هنعملها دلوقتي، هنشوف بس قطعت الورده راحت فين. نعمل بقى الحشوه بتاعه الكلام ده. خلاص احنا معانا كوبايه عصير فراوله طازه، كوبايه واحده عليها 3 باكو من الكريمه المخفوق اللي هي البودره، الكريمه اللي هي البودره كريم شانتيه بودره. مش يومي النهارده خالص. مش عارفه بقى ايه اللي حصل. طب حد يساعدني؟ اهي يلا هنضربها لغايه ما تبقى كريمه متماسكه شويه. الوردة يا عاشور مش النجمة، وردة. خلاص هي مسكت معانا، تبقى بالشكل ده. بقت كريمة فراولة حلوة قوي نقدر نحشي بيها. خلاص لغاية برضو ما الوردة تيجي هنعمل بقى الحشوة قدامنا كده عشان نشوفها. ايوه هي دي. طيب احنا معانا العجين فردناه خلاص، ببتدي بقى اروح بالوردة كده نازلة بالشكل ده، واخداها بعد كده ونازله بيها في القالب. يعني انا معايا الورده اهو، وابتدي بقى ان انا انزل في القالب بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو، وابتدي الشكل اللي هو الورده ده بروح ضغط عليه بس لبره الورق بتاعه كده، شايفين ازاي؟ علشان يديني الشكل اللي انا عايزاه، بس مش بضغط دي لجوه قوي، يعني انا عايزاها ما زالت مش مضغوطه لجوه قوي عشان نعرف نخرجها بعد كده بسهوله. بس وبعمل بقيه العجين بالشكل ده، هتتحول معايا هتبقى عامله كده.
بعد ما تخرج من الفرن بستنى تسقع علشان ما تفكش مني، وبخرجها تبقى عامله كده متماسكه معايا. دي حلو قوي، اقدر ان انا احشيها. بندخلها الفرن على 180 درجه خلاص، ونبتدي نطلعها من القالب بعد ما تسقع. تاخد قد ايه في الفرن؟ حوالي 12 ل 15 دقيقه على حسب الفرن بتاعنا. بس ببتدي بقى ان انا احشي كل واحده بالفراوله، كل واحد برضو على حسب ما يحب. يعني ممكن تحشوا النكهات اللي تحبوها، يعني دي مثلا ممكن نعملها كده، وممكن نعمل يعني تبقى دي الفراوله وممكن يبقى عليها كريمه عاديه، او نعملها كلها كريمه فراوله يعني كده، وواحده كده فوقيها. بس انا شايفه الاحلى ان احنا نعملها كلها بالفراوله بصراحه، يبقى شكلها احلى. معانا تليفون، معانا ادم. يا ادم الو، ازيك يا ادم؟ كويس. اخبارك ايه؟ كويس. قولي عندك سؤال. اتفضل. انا ازاي بعمل براونيز؟ ازاي تعمل براونيز؟ حاضر، انا سمعت صح؟ حاضر هنقولك. معانا ام انطون. الو. ايوه. ازيك يا تم؟ الحمد لله. انا جويس. انتي انطون ولا انتي ام انطون؟ لا انا تيتا اللي متصله بيكي، لكن انا جويس. اهلا بيكي. جيت مع حضرتك قبل كده. انتي كنتي معايا قبل كده صديقه البرنامج. اهلا بيكي. ايوه. ازيك؟ طيب انا عايز ميلادي قرب يجي، وعايزه اطلع مع حضرتك تاني عشان انا بحبك قوي. طيب يا حبيبتي، هسيبك لهبه علشان ايه تحدد معاكي ممكن تيجي امتى تاني. شكرا على المكالمه الحلوه، وكل سنه وانت طيبه. اهو انا كده، يبقى كده احسن معايا. نبتدي بقى ان احنا نحط في كل واحده من جوه. شايفين ده شكله احسن كتير جدا عن بالمعلقه. انا مش عايزه الناس اللي هي بتعمل بتشوف ان احنا بنعمل بكيس حلواني تخاف وتقول لا ده صعب عليا مش هعرف اعمله خالص. انتوا روحوا اشتروا بس الكيس الحلواني وجربوا، اول مره تطلع مش مظبوطه مش مشكله، تاني مره عادي، ايه المشكله؟ بس بعد كده هتلاحظوا انه احلى بكتير جدا الشغل بالكيس الحلواني عن ان احنا نشتغل بالمعلقه، بتفرق كتير قوي. وكيس الحلواني مش حاجه غاليه، يعني تقدروا تشتروها من محلات الادوات الحلو. وفي حاجه كمان، هتخلي الشكل اللي انتوا بتقدموه شكله طبيعي جدا، كانه فعلا حاجه يعني شكله شيك، يعني كانكم شارينه من بره مش كانه حاجه بيتي، فبيبقى اشيك كتير جدا. شوفوا بقى اللي بالابيض دي، انا هشيلها من الشكل، مش حاسه انها هتبقى لايقه خالص، هشيلها ونحط بقى التوت على الباقي. وعندنا كمان في حاجه تانية هنا ممكن نشوف لو نحطها. مش لازم تحطوا توت برضو، التوت ده انا بس بحسه حلو في الزينه على الشاشه، لكن انتوا ممكن تحطوا فراوله، ممكن تحطوا اي حاجه تانية متاحه عندكم، ما تقيدوش نفسكم خالص. يعني ممكن تحطوا، هي الفراوله بصراحه بتبقى لايقه جدا، ممكن تحطوا حتى رمان، الرمان يبقى حلو جدا. بس كده. وعايزين برضو نغرف، انا حاسه حتى ده حلو قوي معايا، مش عايزه يعني، ده ممكن يبقى حلو بس كتير، فخلينا احسن في ده دلوقتي، ونشوف لو نبقى نحط واحدتين من التاني. موضوع الرضاعة انا بتسأل فيه فعلا كتير جدا بجد. الستات اللي بيرضعوا بيخسوا كويس جدا لو اتبعوا بس اهم حاجة شرب المية، وينفع نتبع العشر نصايح كويس جدا مفيش مشكلة، بس ممكن على بالليل ناكل حاجة نشويات بسيطة عشان برضو
الحرق 500 ل 600 سعر في اليوم للست اللي بترضع، ده مش قليل، ده مجهود جامد جدا على الجسم. يعني احنا نتخيل لما نروح مثلا الجيم، عارفين عشان نحرق 500 سعر بنحتاج وقت قد ايه؟ رهيب، يعني انتوا ما تتخيلوش، الواحد بيحتاج كتير جدا. فكأن الواحد بيعمل رياضة طبيعية يعني فعلا مرهقة. فنستغل ده كويس قوي، نقدر نخس عليه، لكن ما ناكلش سعرات كتيرة ونشرب مية كفاية كده، يبقى احنا ايه ضمننا ان احنا نخس بسهولة وبسرعة. ما نقلقش في اول 6 شهور، زي ما قلت 6 شهور الاولانية بتبقى دايما الجسم ماسك فيها. نقدر نعمل ال10 نصايح، مفيش مشكلة، لكن ممكن ناكل نشويات اكتر شوية. بس معانا منى. يا منى. الو. اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك؟ انا مش سامعه كويس. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي، عندك سؤال؟ انا عايزه اطريق الرؤيه. لا، الخط برضو مش سامع. معلش هيبه، طب انت سامع؟ طريقه الرؤيه. طريقه الرؤيه. طيب وهيبه، محتاجين كمان معلش البراونيز، علشان كان في اوكي، كان في حد طلب البراونيز. حاضر. الرقاق بتجيبي الرقاق، طبعا انا ما عملتوش بصراحه قبل كده في حلقات هنا خالص، ان شاء الله ابقى اعمله. بتجيبي الرقاق وبتعملي شوربه، بعد كده بتنزلي الرقاق جوه الشوربه عشان تطريه، وتبتدي تحطيه في قالب فرن، صينيه فرن تكون مدهونه كويس، وتقدري تحشيها بعد كده بايه، بتحطي بعد كده اللحمه مفرومه او الحشو اللي تحبيه. النصيحه سمعتها من حماتي بقى، حلوه جدا، ان الواحد يقدر يعمل ايه، تقدري تدهني كل طبقه من النص بشويه كريمه لباني، بتدي طعم حلو جدا بدل السمنه. طبعا الواحد برضو بيحط شويه سمنه علشان ايه الطعم يبقى مظبوط، لكن انا طبعا مش مع السمنه خالص، فكريمه لباني اهون شويه. البراونيز على الشاشه، احنا بنخلط كل المقادير مع بعض، بس اهم حاجه البيض يتخلط الاول مع الشوكولاته او الكاكاو والسكر والزبده في الاول خالص، بعد كده بندخل الدقيق وبقيه المكونات، وبيخش الفرن دايما 20 دقيقه بس، مش اكتر من كده عشان يطلع معانا فادج. طيب شايفين بقى الصوص كريمي تحفه، حلو جدا. هبتدي بس اغرفه هنا، وليه نكهه حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. نغرف دي احسن. وهي حاجه مختلفه، يعني مش كفتة تقليدية، لأنها محشية بالجبنة، وفي نفس الوقت الصوص كريمي وطعمه جبنة شوية، والجبنة الكوبايات الكريمي برضو نقدر نشتريها لايت، علشان ايه نبقى قللنا اي سعرات زيادة. ناكل ده ازاي؟ يعني منصحش ناكله بالرز طبعا، انصح ان احنا، انا بس التقديم دايما بقدمه لعيلة، يعني لولاد و عيله كامله، مش بس للي عاملين دايت. للي عامل دايت ياكل ده ازاي؟ لا، ياكل الاول شوربه، ده قاعده لكل الوصفات لكل الوجبات، دايما نبتدي بالشوربه الاول، بعدها السلطه، وكله يبقى قليل الدسم خلاص، وبعد كده نخش بقى في الوجبه نفسها. وطبعا الرز، احنا مش بناخد رز كتير، عشان بس عايزه ننزل شويه صوص كمان. ومعانا انجي. الو. يا انجي. ازيك يا طنط؟ ازيك؟ تمام الحمد لله. قولي لي يا حبيبتي. خالص يا طنط. الله يخليك يا حبيبتي، قولي لي عندك سؤال؟ عايزه طريقه اللازانيا وعجينه السكر. طيب يا حبيبتي، حاضر، شكرا على المكالمه. شكرا. عجينه السكر، انا عايزاكي تتفرجي على الحلقه، علشان دي لازم الواحد يتفرج عليها بنفسه. انا عامله عجينه السكر بطريقتين، واحده بالمارشميلو والثانيه عاملاها بالجيلاتين، مختلفة.
فلازم تتفرجي على الحلقه موجوده على اليوتيوب، اكتبي عجينه سكر واكتبي دايما اسمي جنب الحاجه عشان تلاقي الوصفه. لازم تكتبي دايما اسم الوصفه و اسم اسمي جنبها علشان تلاقي الحاجه ان شاء الله. نحط بقى شويه شبت بالظبط، بس عايزه انضف الطبق شويه. حلواني بقى ايه هو وطمان داخلين ينافسوني بقى، داخلين ينافسوني بقى، ولقيتهم خاسين وبتاع، فبعدين بقول لهم انتوا خاسين ليه؟ ازاي عاملين 10 نصايح طبعا. فمعانا زميل عزيز هنا اسمه احمد خس 12 كيلو، قال لي طبعا انا عملت 10 نصايح. لقيت بقى حلواني داخل في الكلام على طول، وانا عملت الخمس نصايح. قلت له ايه الخمس نصايح دي يا حلواني؟ قال لي دي الخمس نصايح بتاعت طمان، اصله داخل ينافسك. عمل الخمس نصايح ومنزلها على يوتيوب علشان ايه؟ ينافسك بقى. بس وانا خسيت على الخمس نصايح. قول لنا انت بقى يا حلواني ايه الخمس نصايح دول؟ انا مش عارفاهم. انت قول وانا هقول، يلا. ماشي، بقولهم لي بعدين وبقولهم انا على الهوا بعدين. طيب بتمنى الوصفات تكون عجبتكم. عملنا ايه النهارده؟ عملنا الكفته اللي هي محشيه بالجبنه وبصوص الكريمي الجبنه، برضو خفيف كده ولايت. وعملنا البسكوت الجميل قوي ده اللي شكل الورده، ومحشي بكريمه الفراوله الحلوه جدا، وزينه بقى زي ما تحبوا عليها، مش لازم احمرات، ممكن اي الوان تانية من الفاكهه. بتمنى يا رب الوصفات تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جديده. باي باي.